الحكومه كتقول بانها غادي تعمم يعني هذا يعني البطاقه ديال التامين الاجباري على المرض بالنسبه للجميع لامو، وانها الناس اللي عندها الرميد غتبقى لها تعليه لامو، وانه حتى الناس اللي كانوا خارج الرميد غادي يتم الادماج ديالهم حتى يكونوا 22 مليون ديال المغاربه كلهم عندهم هذه البطاقه ديال التغطيه الصحيه اللي بغينا نسميوها هكذا. مزيان، ولكن هاد الناس اللي غادي تكون عندهم البطاقه فين غيمشيو الدواء؟ واش كاين هناك مشروع موازي من اجل النهوض بالصحه في البلاد؟ حنا في المغرب عندنا 12 جهه، عندنا يلاه خمسه ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه. حنا كنا طلبنا باش يكون في كل جهه مركز استشفائي جامعي والكليه ديال الطب اللي معاه والكليات الموازيه اللي خاصها تكون، ويكونوا المستشفيات الاقليميه المجهزه والمستشفيات ديال القرب باش يمكن لينا نحاربوا التصحر الصحي اللي عندنا. ماشي واحد مريض في زاكوره خصو يجي حتى لمراكش، ولا مريض في بوعرفه خصو يجي حتى للرباط، باش ما يبقاش هادشي، وباش يعني اننا نقلصوا من الفوارق المجاليه والمناطقيه اللي حنا كنعانيو منها بزاف. واش هادشي دار؟ لا. الحكومه كتقول بانه غادي تبني ولا غادي تبدا في البناء ديال مستشفى جامعي، مركز استشفائي جامعي في الرشيديه في نهايه 23، وربما في بني ملال وفي قلمي، علما بانه ملي كتبغي تبني مركز استشفائي جامعي خاص يكون عندك 40 تخصص، واليوم حنا عندنا واحد الخصاص مهول فيما يخص الاطباء يعني ديال الانعاش وديال التخدير. وعلاش؟ لان الاطباء ديالنا اللي مكونين تكون جيد كيمشيو لينا للخارج لانه ما كيتخلصوش مزيان، وما كاينش هنا في البلاد لا تقدير لا مادي لا معنوي، وما كاينش الديمقراطيه وما كاينش الجهويه الحقيقيه باش طبيب ملي كتقول ليه سير للجهه ديال بوعرفه كيمشي كيجري، لانه كاينه هذيك يعني المدارس لوليداتو، كاين المستشفى فين غادي يخدم، كاين كل حاجه، لانه كيكون يعني واحد النهوض بكل جهات الوطن في اطار ديال التضامن وديال التكافؤ. هذا الشيء ما كاينش اليوم في بلادنا. خاصنا خصاص ديال 35000 طبيب. الدوله اش دارت في هذا القانون المالي؟ قالت لك غادي تخلق 5500 منصب، 5500 منصب، وحنا خاصنا 35000 منصب. اذا هذا الشيء دون ما هو منتظر ودون يعني القضاء على هذا التصحر الصحي باش يمكن لنا نهضوا بكل جهات هذا الوطن. هاد 5500 منصب ما غاديش تكفى حتى باش نغطيو الناس اللي غادي تمشي لنا للتقاعد. اذا ما كاينش. ثم كنشوفوا الدواء وتجهيزات الدواء. اليوم في المغرب غالي، غلى من واحد العداد ديال الدول، ومازال الدوله فارضه على النص ديال الدواء، فارضه عليه يعني ضريبه على القيمه المضافه التيفيا ديال 7%، اكثر من فرنسا، اكثر من جهات اخرى. قلنا لهم هذه شحال كانت حيدات الضريبه على النص ديال الدواء، ما بقاتش ضريبه. دابا انا الاوان، وانتم كتكلموا على الدوله الاجتماعيه وعلى الحمايه الاجتماعيه، هذا هو الوقت باش نلغيو يعني الضريبه على القيمه المضافه التيفيا على ما تبقى من الدواء، باش المغاربه يمكن لهم يوصلوا للدواء. لا، حتى ديك الادوات اللي كتتم في التركيب ديال العمليات الجراحيه، واحد تهرس واحد هذا، هذاك الشيء عليه مازال الضريبه ديال 30%.